أشعب وصديقه مسعود. في ذات يوم اشتد الجوع بأشعب، فخرج يبحث عن وليمة ما في حفل أو في عرس، ولكنه لم يعثر على شيء، وأخيرا هداه تفكيره إلى أن يذهب لزيارة صديقه وجاره العزيز مسعود، الذي تسلم عملا جديدا في إحدى القرى المجاورة، واستقر في تلك القرية منذ مدة، ولم يزر أهله منذ ذلك الوقت لانشغاله بالعمل. لقد كان مسعود بخيلا للغاية، ولا يجود بالمال أو الطعام إلا فيما ندر، ولكن أشعب راح يمني نفسه بوليمة فاخرة يقيمها له مسعود احتفالا بقدومه، وراح يحدث نفسه أنه لا شك أن مسعودا قد اشتاق لأهله ويرغب في معرفة أحوالهم، ولأنهم جيران لنا فسوف يسعد بلقائي حتما كي يسألني عن أحوالهم. ومضى أشعب إلى بيت صديقه مسعود الذي قابله بالترحاب وسأله عن أحوال أهله، فهو لم يرهم منذ مدة، ولكن أشعب أظهر غضبه قائلا: ما هذا يا رجل؟ هل يليق بك أن تتركني واقفا على الباب دون أن تتفضل علي بالدخول؟ أهذه أصول الضيافة في قريتكم الجديدة؟ دخل أشعب وجلس على الأريكة، فأعاد مسعود سؤال أشعب عن أهله، فقال أشعب: يجب أن نؤجل الكلام حتى تحضر مائدة الطعام التي تليق بأشعب الهمام، فمن سفري أنا تعب يا صاحبي يا ابن الكرام. وفعلا أحضر مسعود مائدة الطعام، فانقض عليها أشعب كما ينقض الذئب على فريسته، فأعاد مسعود السؤال وسأله مرة أخرى: وكيف أحوال أهلي جميعهم؟ فقد اشتقت أن أسمع أخبارهم. فرد أشعب: هم بخير والحمد لله، ويهدونك السلام. شعر مسعود بأن أشعب يجيب على أسئلته إجابات مقتضبة لكي يتمكن من التهام الطعام، فأراد أن يفوت عليه هذه الفرصة، فسأله: أخبرني عن حال ولدي عمير. فأجاب أشعب: إنه على ما يرام، فقد تزوج وأصبحت له ذرية ونسل، وقد ملأ الحي بذراريه. ثم سأله مسعود مرة أخرى قبل أن يبتلع أشعب اللقمة: كيف حال زوجتي أم عمير يا مبارك الطلعة؟ فأجاب أشعب وهو يمضغ الطعام: إنها بخير وصحة وعافية. وقبل أن يضع أشعب في فمه قطعة من اللحم، بادره مسعود قائلا: فما حال الدار أيها الجار؟ فأجابه مبتسما: إنها عامرة بأهلها، وهي تعد من أفضل دور القرية كلها. وراح يواصل التهامه للطعام قبل أن يفاجئه مسعود بسؤال آخر قائلا: وكيف حال كلبي؟ فضحك أشعب وقال: لقد جئت من عنده وهو ينبح بأعلى صوته. فنظر مسعود إلى أشعب وقال: بقي سؤال أخير، كيف حال جملي زريق؟ فأجاب أشعب والطعام يملأ فمه: إنه على ما يسرك، ليس في الحي جمل أفضل منه. ولم يكد يتم أشعب كلامه حتى نظر إلى خادمه وأشار بأن يرفع المائدة، فرفع الخادم مائدة الطعام من أمام أشعب، ولم يكن قد شبع بعد، فقد أعاقه مسعود عن الأكل بأسئلته المتلاحقة، فاغتاظ غيظا شديدا وقال في نفسه: يا له من رجل بخيل لئيم، سوف أفجعه في أهله وأولاده. اتكأ مسعود على أريكته وأسند ظهره وقال في اطمئنان: يا مبارك الطلعة، أعد ما أخبرتني إياه من قبل، فأنا أريد أن أتثبت مما قلته لي منذ قليل، فقد كان بالي مشغولا. رد أشعب في خبث قائلا: اسأل عما تريد أجبك في الحال. وفي لهفة سأل مسعود: كيف حال كلبي؟ فأجاب أشعب بهدوء: لقد مات المسكين. فتعجب مسعود وقال في دهشة: وما الذي أماته؟ فأجاب أشعب:
لقد اختنق عندما كان يأكل عظمة من عظام جملك زريق. وبدهشة قال مسعود: أو زريق مات أيضا؟ فتنهد أشعب وقال في حسرة: لقد مات جملك من شدة تعبه لنقله الماء إلى قبر زوجتك أم عمير. فحبس مسعود أنفاسه وغالب دموعه بصعوبة وقال والحزن يملأ قلبه: أو ماتت زوجتي أم عمير شريكة حياتي وأم أبنائي؟ وفي خبث ولا مبالاة قال أشعب: لقد ماتت رحمها الله بسبب كثرة بكائها على فراق ابنك عمير الذي راح ضحية حادث أليم. فلم يتمالك مسعود نفسه فراح يبكي بشدة بعد أن فجعه أشعب في أهله، لكن تحامل على نفسه وسأله: وما كان ذلك الحادث الذي تعرض له ابن عمير يا أشعب؟ فتظاهر أشعب بالبكاء والحزن وقال: لقد سقطت عليه الدار فتهشم رأسه ومات على الفور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنهى أشعب حديثه ونظر إلى مسعود فوجده غارقا في البكاء، فأحس بأنه قد انتقم منه بطريقته الخاصة ولقنه درسا لن ينساه أبدا، وهم بالانصراف تاركا مسعود في شروده وحزنه. وقبل أن ينصرف كانت المفاجأة المذهلة في انتظاره، فقد رأى عميرا قادما من فوره وهو يركب الجمل زريق وبرفقة الكلب. وما إن رأى مسعود ولده احتضنه بلهفة وقال: لقد فجعني أشعب فيك يا بني وزعم أنك مت. فقال عمير: لقد أرسلتني أمي لكي أطمئن عليك وأحذرك من أشعب، فقد سمعت أنه ينوي زيارتك، ولكنه كان أسرع في الوصول إليك مني. لقد عقدت المفاجأة لسان أشعب ودارت به الأرض ولم يقدر على الكلام، وما هي إلا لحظات حتى انهال عليه مسعود بالضرب، وجميع من بالحي أيضا انهالوا عليه بالعصي حتى أوجعوه ضربا عقابا له على سوء صنيعته وطمعه وتطفله، ولم ينقذه من أيديهم إلا فراره، حيث أطلق ساقيه للريح وولى هاربا. وكان آخر كلمة قالها: قاتل الله التطفل والطمع. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.